فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خطب الرجل امرأة فهل له أن يحادثها عن طريق الهاتف؟ نعم، من باب المفاهمة، ما هو من طريق المداعبة والمزح الذي يطمع الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، لا، من طريق المفاهمة لا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.